ولكن طالما انه ما نسينش التاريخ انه اش كريمان وينان مثلا حاتم الطائي المهم يرجع عوض حكايات ابو نواس الحسن الحاج ويهني ولكن هو روجني حكايه شو مزيغ ونصربوا التاريخ انه دونك اش كيسو من الزواف فض شويه معقد معقد التفكير مش معقد كلشي وشهر هذا عرب وشهر هذا وين تسخرق وين ديكين لا ما يمي لانه ثقافه كيج العقده كيج العقده ما عقدش نهاية مزوار ما قديم زيد مزيان المدارس في 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 التعليم في في اتخزر الشعر في كل شيء في المنتخبين اللي بيان خط فوق معقد ما شاء الله يتخدم دونك تاتي وقاش الاستسلام ديال الزور شواغا بغاش يجي سقات يجي الخارج خاص يسقر شواغا ما تحمش شو هذا وليد الهدف نجد يتغمى ونلقاش حاجه بسيط السي حكيم البدا ربما تطرح السؤال اخ في فيدراليه الكرامه ان اي جمعيه ني اي فيدراليه ني اي حركه ما عندها طرح غزات يخصص لها زي موارد ماليه يعني زي غوي يعني زي غير الزنك بالنسبه الى الحركات متطوعه من اجل النظر الموارد نسن يعني من زيد تنهزان يعني الخو ربما عندنا نستورخ فكره انه تحول على الجمعيه والعراقي لايثوفيم بالنسبه للموارد الحركه من زيد القهوة يسكوا خمسة درهم ستة درهم قف غانا غدي الشيء تاكسي شان مال الخميت راح بزغل الغالي ويا ريتي شاس جيب يعني يخص يخص لا لا الشيء الحركة تاع خص ولا هي في الذيس تاع خاز يعني وليز خميني شان تك شان المطبوعات شان مال خميني شان شان وينات شان الحقيقة شان مطر غانتخانا قاند لي ريني شني وذن مساهمه مساهمه يقاش مساهمه عاده ماشي كي مساهمه يقاش دك المطبوعات اللي هي دك مسائل اللي هي دك الحوايج المذية المسائل وهو غير باش نحاج نوني لا نطلب اي دعم وانا نخصها اصلا نشي مين من جا نجا نخص انا نص قال ويا مسائل قانونيه لسبب بسيط عندهم في الاستيقاظ القانوني زي السوق لانه واحد درا شي انا في الحاكم انا حاسب ذي المحاكم ذي وينا في مذين الخمس نونيشن لانه خش شي ذي تقيم الحنجره وهو غربوش نحش نوني تبقى فقط حنجره نستعمل ماشي تستعمل يعني الاخوان الاعلاميين شما تعاوننا نغبي في منشور المشاكل المشاكل يتوالى المسائل فقط ولكن ك عندنا كان نافع ملتمسات نافع شكايات نسكر مناسبات وانا برحق لانه غربوا الطابع زيغان السيو نلقى مراسلات ونلقى مراسلات وسهز وياني لقيه باسم الوريه وريخ فينش حركه مطلع من اجل النظر وياني والمراسلات فمن لقيت كونتر الهلال الاحمر خدني من تام الهلال الاحمر انه ذني تسييس تسييس الهلال الاحمر ونلقيت ميزي نلقى مراسلات غال غال مركزيه لقيت باسم الوراه نحن حركه كذا اني من غير طبعا نيشا ويقصد دانس واخا قالش لقينا وغاصب وغاصب ويطار قانوني زيغتو ولكن تقصد السي حكيم قلنا اللقاء زي اللقاء تلقى ذاك احد المواقع الالكترونيه يعني السيورم يعني خل قضايا يعني اذا غا السيورم ومن بين القضايا ديال وقت اللي ربما الخغام ثلاث سنين دي زكوميت جام ديال الوجود هي قضيه المهرجانات يتوقع عن ذي النظر ربما شي نوان تجيبو ضد المهرجانات ما مش تنيتش كبعد خميتيرين تزكيش معايير معايير المهرجانات ولكن ديت ندينت النظر نزار المهرجانات خاصها تخصني جل الميزانية تمقرنت يعني شي ربما شكت سند انه وقش ذي التجارة كذا وينا سند انه الماركوتينج من غث وشد يخصت يتعرض نغتا يعني توي ذا ربح ولكن شي نخصها يتص ولكن كقيمة اضافية ندينت النظر وانت وري والو يومين ثلاث ايام اجمع روح تاعك حظ من تقعد خوش كذا واش اجي نسمي غير نسمي غير منهج تبقاني غير بعدا غير منهج المتوسطين ومنهج السينما ومنهج الالوان المتوسط زيد من غير منهج الضحك منهج الضحك والضحك اللي ليس اصلا غير قانوني اصلا بدل يعني اصلا ليس حاجة نوري يعني منهج وحتى منهج الشعر المسائل الاداب يعني قبالة وتجيبو يعني ام كمرا تخصه انت تخصائي فندين تخصائي فندين مين رجل من ودي وين أرباح وأرباح فندين الناس الثقافة تباع من السور أوسكار من السور أوسكار قا أوسكار استفد ملايين مسقان من خولي ودي الحفلين أوسكار يتجن قاس مش حد مين يستفي منه من السور المهرجانات تتقن في أوروبا تتقن في قصة ثمانية من السور غير خ خ خ صويرة مهرجان صويرة قال مهرجان صويرة سافر ثمانية
شميت تكن السوفر 8 السوفر 8 هذه ايقاج قوي غد لا قوي غد اخر مهرجان مثلا السينما نسقس الناس شحال لي فيزيتور دي يوسين برا نسقان خاص المهرجان انش قاوت ماكو عمر ولكن ميزي عم قاضي عم اصلي زافيتي تي ويتشك ني خلخدمش غير خدس نشين قاش برا ويديوسين برا من سوق مهرجان المتوسطي قاش قوسين سبال كان ولكن وسين بال كان ولكن نسين ذي كورنيش قوي على البحر وبو بيبا وهي على البحر بيبا ني عمي سي صغير صغير سمريتش يعني حتى الشركه بيبا المغرب وها بيحشا وشي تخصات صح كيما شقطها واش توين مهرجتين تقدا دي النضاء بوط عند سميانش مهرجان تاع النخبه ميسن النضاء تقناز دو الزر واكبر حق تفرجد واكبر حق رشك مثلا خمين سوق مهرجان السينما عاد وزريغ يسيور حد دخل الافلام السينمائيه ديني زيت وعاد عاد وزريغ حد يسور كقراءة نقدية للأفلام اللي يتوعن يعني مجموعة نيوذن تعكب اللي بادش اللي سيلفي تترب قوحن الشن هذا قوحن ونفس يوذن ينتف أنه يتعرض المهرجان الثاني أنت ماشي مهرجان النخبة مهرجان النخبة الإنشي غام النخبة إنه مجموع مهرجان النخبة إنما مهرجان يوتيوب توين الأفلام في يوتيوب يعني سأسقل رضي إنت ذا هو يوذن بو سو با دي بروفيسيونيل وي وضربوا الواقع انت ديت النوم ديني بعض الافلام وقعد لي مهرجان السينما عمر سيكوذان لانه ميمي لانه الفيلم خاصه رقم 2 افلام مثلا وثائقيه خارجيه في خويا هنيل تموس مثلا الفكر الارضي في الفكر المشاناني غاس ايج العلاقه خدني تعمر ولكن الافلام التوين وغاصبوا العلاقه كيكم شان وغاصبوا العلاقه الساكنين حتى كل نخبة النغواص والعلاقة كل أفلام لي ضق والسيون لأنه يوذان منظمين واجبوا بروفيسيونال ذا وظن يعني واجبوا طوال الدومين واجبوا طوال الدومين من سوى مهرجان الموسيقى واجبوا طوال الدومين إيمين تنظمن غايسي انتخاب إن تستعمل جوة الانتخابات شوية وينها المسائل واجبوا يعني في جميع اللقاء في جميع مين تكون غشي يعني. حتى يعني الشعوات لأن أحمد أفضل شكي جميع الشعر حضان ذين خمسة واحد شكي غاصة التمية ذين غاصة ذي الشعر إذا قال الخطأ واتجبوا ذي قوذان قال الخطأ ذايش لأوسي وتوصل ذي قوذان إذا نخسيش ذي استراتيجية جديدة نيغا تمنية ذي ولاثة أنت خمرني السي حكيم النهار دخل النقطة المهمة أنه الحركة فكاءة تدور كجمعية محندا غاسيري إطار قانوني دي النقطة هي بالضبط نزود شعر حد من يوقعن أنه الحركة تنادى أنه تقل جمع العام من الناس وتقل جمع العام ذي بارا ومن بعد ورفضنا سن واسنوشين بو توصيل مؤقت النهائي ربما دي النقطة هي من دنغاثيني تشك أنه شك السند من يوقعن أخو الشين أمزوار توصل ذي لعنضينا ذي القانون الأساسي كسند عرفنا أشخص ذي القانون الأساسي وخاصة الباشا يعني من السوى لسوق الباشا لانه غاسهم من غانو حنسى الملف يعني اني سي عرخ سي مزوان يعني شي مزوان تبدل ميسم وما دي نيش كسر خزاغ القوانين من الجن وما دي خزاغ يوذاني ديني ما عجبنا يما ودي عجيب ان شاء الله يعني. دونك شي نرفض شو ثابت الحال وتجيبوا طريقه زي وين اصلا غاشبو الحق لانه شك فقط كسي الاخبار القانونيه مسطره القانونيه تشغش اخبار لينك وغاشبو الحق يتوجد حتى الكلام تشغج إخبار لهنيك فعلا كذي القانون نروح نقاب توشينا نغنق ذي سوسيو تربوي من نروح ذي النيلة غير سند الباشاين سند الدموة سند الشمشاء فعلا كذي الشارع نروح خوان ساس الملف أصل مؤقبين أطفل قاش ما تطفش الملف ما يمي وش ما يد الملف الباشاين نشتح على الباشا وشاس الملف ما لي أجبس الملف أرسي شوية هو أخرني غسيان لنشي نقص أنك قانون نق أنجرب أنا حق الباشا أشخص بس أنا تقش ملف وشي توصل مؤقت إني جيل بلفة درس ناس مين بغد درس ما القانوني قانون شغل ملف وشي الوصل قانوني جل قانون جلال يقاش اللقاء يمكن أن يعجب الملف يمكن أشو شغال رخص ولكن شي سيمان قاس إمكانية نمت جديد القانوني واجبوا القانون ودي شيء القانون قانون يقاش ساز الملف شيء دويدا إنش لا الناس مش تشبه الملف إنش مقصد عمي العبية الناس في جميع الأحوال
قال شك جاك جمال قي جيجن وقت باسم حركة المتطوعين قال شك تعرف الزيس ونديك العامل ونديك كمسقاني كتيب العام إذا انتو تعرف من الزينة شي الحمد لله قال خدم بلا وصلنش وصلنا للطرقنا القانونية أيدنا ويدنا وي لأنه غير الحق وشي قال خدم في الساحة سي حكيم من بين أهم المواضيع الخو يشغلن البال المواطن نميسنا النضاء ويتص الجمعيات خدم من خاص سواء كني ونير في دلاليه الكرامه نير جمعيه نانيت هي الوضع الصحي دي مدينه النضاء مدينه النضاء اللي غاري في كمر دين شي نقرا سجن اجن الغول امرا يشا الزين غمار يشا الحباب النار يمجوكر النار الجيران النار ربما اي واحد ميسنا النضاء يعني يغزد ثيم سينس ومرض السرطان دين مدينه النضاء ومؤخرا الحركه ثنادة غايج المسيرة تحسيسية مطالبة بإحداث مستشفى لعلاج مرض السرطان كدعوة من الحركة ذي 4 فبراير إديقوان الدعوة الثانية تأتي ربما خميتوا تترجع الجمعيات مال المجتمع المدني تندين النظر مواطنين مال تندين النظر مالا نسيور خنقطة بالضبط يعني كنت شكني كحركة واش تعتبرون كثازم مثوات وهن نيغت كسيم خلعاتي قنوم تنظيم المسيرة يثان التحسيسية نيغا تازمم ثوات ديشان الجنة نيغشان كذا لأننا الزوج نتفسير ذي النقطة هي مهمة لأنه كخص التس نحوايج لأن التس يوضان قانس أن الحركة تزوت نعاود خل الحدث وتزوت تضها على حساب الموضوع يعني يتمسان الساكنة تندين تنظر بالنسبة للحركة مهم الحركة مزوال الأعضاء الحركي ديس قال الأعضاء الحركة مروي ديس غاز جمعيات غاز ولادة وبين أتصل الإخوان الفيدرالية قضي الحركة أتصل الإخوان ذي مسقنا ذي غاز تخيمات غاز ولادة مرق قضي الحركة يعني الحركة ذي مجموعة يعني وذن ذي قد ديس شي ندى غير المطلب النوع ذي الحركة ستة المطلب النوع من بين المطلب ستة هو إنشاء مركز صحي استشفائي سرطان اكبر الاخوان ان شاء الله الاخوان تحرك شي حركه قام ماشي لابد قد يقرا الاخوان باري الحركه تبعونا كاين تبعونا كيسن قلت جيبوا له ولد بخميس قال الحركه صافي غنغطي كي تعوضوا ذيت الحركه خلاص يعني ما ميتز تبدا يبدا يسن خالص رجوله ليس نظره نسن معروفه في الساحه ان شاء الله نتاعنا نتاع غاسن عاون المرضي مسألة عاون المرضي فمذي وجبوا الشين الحزب يعني تفيد منخايد الحزب لا وذي العاديين انتفذيسن الخال ميقال الخال الخال الإنساني تستشهر كيس إذا قضية الوناث دعا غاس أنه يوم أبعى فبراير هو يوم العالمي للسرطان إذ ما يميلا ونازم من الشكيلة أنه أن دعا بناء السرطان مين مون تيش مين مون جب ماشين مين مون تيش الشين دم مين مي وان تي وشام ممكن هيدناوي مين ميلا ما نيجي فوسك فوس مريضون ممكن هيدناوي كات في كلام نساسيتيد تنجح ويا ذني شل إخوانا كينا طفلا كينا واتج موس الحركة أصلا طفلا كينا غيثني زمام الأمور مناضلين شاركن ذي الحركات مسقن 20 فبراير الحركة يتجن خطو حاليا ذي وذان قند ذي النت تفقنك الحركة تفقنك وياني ناش ما يموان عليك فوزك فوز قضية الصبح صافي ناخد يوقع يجن حاجة تغطرجة ثمارة يوذان نش مين نقا ناخو قد نغاش شنو غرابو القانون حتى ما نخسن تفقن يعني غرابو القانون إذا غادي تفهم تفيد المجتمع المدني شين جاء على أساس 4 فبراير جاء اللجنة التنظيمية ورئيس اللجنة التنظيمية واجب وصل حركة المتطوعين من أجل نظر قد متعاونة كينا نسقوا غزاف ذيني تصني وذان سوزايو سوين قاش قنج معدي وذان رانشين مسقادنا وذين سعاروي الإخوان سمار المناطق الميامي أكوان قال مش كيف وجبوينو قال نشين خمين تسوى الحركة ما نشين قوة جبو تنظيم يعني مكتوب يعني قال شين ذي وذان وان ذي وذان السكينة مش نوع عباد الله مرة نسمى يخفلنا متطوعين ما الكلمة يعني متطوعين مولي استعيثنا في كساسي دي نشين تاوان نظر وان
كلمة مني شو فيها مين دت موليستار ميس قاقاش خصها توعي هني دينو خص المستشفى موليستار ايش كلمة مني اتنكس صافي نشي نسي واجبه مطوعين نشي نطروا النظر نخص سبيتار يحجبوا بالحال هو الحمد لله وقع يعني جل يقبر ضمقرا يعني ربما القضية الوحيدة يوقع جل إجماع أنه هنا نابع يعني جل عدد ضمقرا يعني نسنيث نتوصل لكيسن أنه قانش مارانا هنا نابع أنه هو غاه ساحة حمان فتواكي أن صوت الصوت النغ أذي ريرس النغ ذي الجن محند أن طالب سن المستشفى يوانيتاتي لأن المستشفى يوانيتاتي ربما ذي الأونة الأخيرة سريت تسنهر إجو ما قديري ذي النظر إجو ما قديري ذي وجده يجو ما قويتي ري قحشه ربما رئيس سي سليمان حليش يفرض كجن فيديو انه دين يجي مركز لتشخيص المرض السرطان قي ابن بالاضافه الى مراكز نونيت حتى الحقيقه الموضوع عوانيتاتي قيمه انت قاعده ما تستفهم مبهم الى حد الان لحد ساعتها لا يوجد شيء يعني حتى مركزني للاستشفاء وذين الى حد الان ساعتها وذين اي اتفاقيه يعني اي حاجه يعني اي من اللي كتب عليه انه مش ندير هذا المركز الصحي لكن ديني فيديو اللي رئيس سمحي واخر شواغد ولكن يعني منايا نلقاوه ديني فيديو لرئيس سليمان حليش زي عين المكان زي المنطقه انه يقع سوق ممنس انه كان غدا لبدء الاشغال لبناء مستشفى لتشخيص مرض السرطان بمساهمه سلمى شقا سنيتا يخص تحمل المسؤوليه النش اتني بمي جندي الحق لانه الى حد الان غاش وريج نحش واش تهي مخشى حمس سند من غاش لانه تغزيس ابراهيم الراي العام من غاس اكزاكتومون لانه على حسب المعلومات غالي ومعلومات مؤكده انه الى حد الان غاس وريج نحش ديني غاس ديني طبعا راح يثقي بالنهم ونشت تاغ زيس اريوش ما لنش سخارق قال اني اعتذر ذيلي نوجبوا الهدف انه ليس وضع ما لنش سخارق قال اتمنى تعتذر زيس ولكن تاغ زيس هذه الساس ما غاش نشغل ما غاش شان سنيات ولا نشان حاجة ني غاش سنيات ولا تشرب وهن بنين نحيوض فمذي خصوا قاربوا انه كذوبة نسقى الانتخابات يعذون لأنه أتمنى أن يكون على خطأ لأن من شرح السؤال لأن ذي نجل إبهام مقرا ربما السكينة تنديت النظام ما لا تسقسى أن يوذان طلب نس مستشفى ورئيس مجلس بلدي قا أنه ذيني يعني الشين قان نسقع عذر بني المستشفى ذيني وذان أنه قان المشروع على روح غا وجدا لذا أنه يتغيم المواطن مثل نظام قاشو غنامن وعليه أن يجيب سجواغ ما سرهات فيديوهات قد رئيس مجلس بلدي يعني في بتصر شواغ ويبتبو سرهات فيديوهات اني غش مانيتات مني غزيس دي وش الجواب نس سي حكيم نسي ورخاب عفبريد انها نابع عفبريد دي المسيرية التحسيسية من اجل بناء مستشفى ذي ثندين النضاء لعلاج مرض السرطان اشجر كاميرا بوابة ازرغان اخبارية اتصيو ديش تبرت الساكنة خنهارة وانيتاتين هنابعة اش ما مشتوري غنش يعني كوجهه نظري الشخصيه انه تسنودن هذا هو نغ ساحه حمان فتوكين هنا نش ديما قاس انه ممكن في وشن شغالين قمشن السرطان لانه لا اظن انه يجن زيس هذه اور الزيس يعني نش علي بلي انه يجن مشكل ديما تاع متقسن شن نحش قصي وقتي شن نفضي هاد الديه ولكن على الغالب انا نشين ديني خمني في في في, في غرفه الانعاش يمكن ما نوديش شي انتقى زي وجدان نشتي تزرغ كويغت قاعد غلا شي غير رباط قاعد غافاز شي ثمن يغراخ السويه المسائيه النار طا ونجري تري النظر في النور ذاك يسن في غرفه الانعاش وني الزاتش قدير تيهرش شلا اظن تسقسي سي ثومات من ايديولوجيا غاش ني غاسي ثومات من فكري غاش باش كي صاري ني شيعي ني سني ش اظن سيني ثومات مين ليش تقسن اشيني السرطان اشيني اللي شافي ثومات اشي دوات توريغ يخالمو المريض خابيا الفكر النش ومنين حق النش ومنين تاس ديس غاش حرية التفكير غاش حرية التعبير غاش حرية صغيرة فوق الشارع اتي مين تقصد حرية النش وجي تكس حد ولكن ليه ديك المنى المنخص بيتار لانه قي اكيد المرقضين ينشك
كنشوف صويو بوخاش صويو خفينو يساعدها مي صويو خسرات مستشفى السرطان شي صح صويو خافي خفينو بوكي يقول خفينو يقول غاز جغتار وينو ذي تنشد كعض تزر غيار بات الضربي ذا يجمع ذي وينث ذي صندوق الموت المدى يتظهر ثومة المدى ويمكن الدار لأنه ذي أوروبا قال السرطان واجب ومميت قال السرطان غاز الدواء قال تكلفان الزايس قال شين ويت متان ذي والدولة خصت كل مسؤولية الناس تسلمش مسارة ما السبب ما السبب شيء تمتان ذي ما الغازة تسمى تحمل مسؤولية انسن ما رجل يجي يسبب المشكلة ذي النظور هذه تحمل مسؤولية الناس من ما يعنى لا المغرب لا اسبانيا لا فرنسا لا حد الغني تحمل مسؤولية قاثوا نظرات متى ذي تمريس واظن الرسالة بوياس ورجل ذاني غصوتين وغصوت النش سيسمينون شكا إعلامي ذي تندين النظار حو عبد الله يعني قا ماري وذان هنا 4 فبراير نتمنى أن تدمر أن سيور سيجنجيرس ماريثنا جميعا من أجل بناء مستشفى لمرض السرطان ذي تندين النظار شك نيخشم أي واحد زينق يشات يشتي يوضز الحريق يفقد بنادم يعيز خاس يفقد هماس يفقد يماس يفقد باباس وربما مشي الناس سي حكيم أدير أنت مشروع مريض بمرض السرطان نترو ماريثنا أكي وذان عيز نخانق نخزا ديسن تمتن جاتي الطاويننا ولكن وانتي في مندسن غنك وني هرشن ديس الحريق ولكن وني ثقابرن ديس الحريق يمغارس وطس مصاريف تمنيات دواوات ومعرى منايا يخصيش عادة أحد أتزرد أتفوض أتوضى ضراربط أتوضى أثين الدم ربما أذيني بالإضافة إلى المعرض أتفذ المعاناة النغنيت لذا مرة أنت تتانها إن شاء الله أنا أبعى فبراير أنتم مرة الإيديولوجياتنا أنتم مرة الخلفياتنا وإذا غيسمون منايا وربما ثاغتي لذا البداية إذا غيسمون مجموعة الأمور يتهمان ثان دينتنا مرة وانمون نهارا ربما عماس أنمون ومروان سيور سيجنجيرس نهارا ربما عماس أنسيور ربما نشين دي ضوضان أفوس نتختلف نتمنغى إيديولوجيتنا مختلفين ولكن نهارا تمني غزيهم أتريم دي ضوضان إني جوفوس مارا يثنغ أزي سنيني ستوب إي الكونسير وذي سنيني مارا نهارا نوزو سبيتا مستشفى ضمقرا لعلاج مرض ساتن ونزوشا مستشفى لتشخيص المرض فقط ولكن شنو زو مستشفى لعلاج مرض السرطان مرض ذات وش التشخيص قديك مرض السرطان هذه تسكت غير بات ربما من هنا شوات حديج خشى ولكن حداج سبيطا يمغى ذيس أنهم مثل النظر هذه قيمة دي عالج ذي ثمان النس ومشينا حتى ما لا يود الأجل إنه أذف يودان إذا غير سيوضن غات الدات وتصغ السي حكيم قبل غا نكمل الدرجة الشيك يوم نلقى نهارا كحركة متطوعين من أجل النظر ربما غام أهداف مستقبلية قضايا تخص خاصه السيورم ربما شجع الكاميرا هذا السيورم من عندنا اهم المشاريع من حركه متطوع من اجل النظر ان شاء الله الهدف من رغم الزوار والنية من الزوار خويا سعدتها نفس الهدف غتجا على اقليم النظر ميكمر هي من زوار بناء مستشفى سرطان الهدف من الثاني اللي جمعوا برمج للحركه هي ترميم دار الشباب يعني بذات ذيس بعض اللقاءات يعني اللقاءات غير رسمية على أساس أن نرزو إجن طريقة مش غانق ضياز إن شاء الله بالنسبة لدار الشباب النقطتين ثانيتا يعمل إن شاء الله نخدم ونتمنى ما نوض ذي عمل نوض لازم 2 ملفثة قايدين حاجه طمقات بطبيعه الحال نقيم دائما نحاول الراي العام ان نسغو يخمر كبر رياضي يجمع السنيتا دو مبرمج ذيتا نسيري كتتبع الشان العام كنسيري المسائل الدائمه ولكن الملفات يخاص غنويا التص هي اثنين الملفات ملف السرطان والملف مسقط الشاب والرياضه وضويت جل غرنا 2017 ان شاء الله السي حكيم كلمه ختاميه من دراتيني العقبة غير الأخلاق تمني ثروة النظر العقبة غير الأخلاق الزمان الأخلاقي تجان بنادم يتمن يجن القماس تمني يجن رسالة عوض البلطجية البلطجية
الاخوان قكنيو يمكن عاده اتندفام ولكن يتجم ثروانهم يجن السمعة والحريم فمذي السمعة اني ضياع نتا ضياع الاجيال دي قوان فاللي خليكم معكم مضغو بريد فان دي تنظر الحواجي كنيو مريضهم الحواجي يجني يجني سري والنغني يجني ذي وشمس جني والنغني هذي حسن شوية السمع قام نسور مرة اخترى واحدة مرة نسور في نفس الوقت لا سبد تحسيه ماش قوى خذا بالطجيد وماش حساس قيم كده تعرض غوبريد قال الإسلام قيوف دغ العالم مي كمر قيوف باللويونة سرهات قبل أمي كويس قاعد سرهات قبوة صغر ذبنان سرهات كلمة حق ما سنة تينيذ سيجن طريقة قبوة تسوى ذغور غبنان قمي تقع سيجن طريقة متهجمة متهكمة قبل أمي سكواريشك إذن اللي خليكم عقبهم شوية الأخلاق من الزمان شوية أنها لين طيب قبويات السيغوذة تسفهم ذي وذا النشي ثماش النش تسفهم المامي الحق بين الحق واضح والباطل بين قا واضح ونخدم من بالساحة قا بين واضح واني ويخدم من شقاع بين واضح اللي خليكم كسم التهم امرأة ما زيطاوي النش اسيدي واه ولكن هو زيشة سيد واها حقق لانه قد ضيع ما صار نيجن انسان مي كمر ضياع السمعة نجمة مامي كمر اللي خليكم قسم شوية التخوينات ودقم فوزك فوز ديه في مثلهم وأظن ضويت الكلمين شكرا السي حكيم ورنش تمني أنه حان الوقت أن كفوس كفوس وما عندنا كفوس كفوس ممشينا بدون أخلاق ودين ولا ديجن حشت بدون أخلاق انتسقرد إعلامي فاسد وبدون أخلاق انتسقرد سياسي فاسد وبدون أخلاق انتسقرد جمعوي فاسد لذا من يمال الأساس لذا يخصن غنمون أن كفوس كفوس أن تختلف أتصل إيديولوجية تغانغ ولكن ربما تخسر بدأ من يوي تأثر شخ العلاقات من يوي جارانغ أن تغي مارب دا طاوان النظر طاوان عريف اسمونا نغي جنيرس واسمونا نغ أتص أن حوايج يخسن أخسنت المونث ما حند أنا وض غا الهدف النغ المنشود هو أنزع ثندين تنغ النظر ولنتث أمثين الدم مارا غاس جميع المرافق تعيش يجن حياة كريمة أمثل الدم النغنيت وزي ساغة المسرقات إن شاء الله كيجن الحلقة النغنيت وكيجن الجمعية النغنيت اسمينو نشرحو عبد الله وسيس محمد الزبتي قاغوم السلام عليكم.